موعد إعلان الفائزين بالمسابقة الإنجليزية. 3 فائزين سوف ينضمون لنا في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي من الصفر إلى الاحتراف. 3 فائزين راح نعلن على أسمائهم بهذه الحلقة. قبل أن أعلن على أسمائهم بهذه الحلقة، راح أنطي لكل شخص يتعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة 3 نصائح أساسية. هذه النصائح إذا قمت بتطبيقها من الآن ستلاحظ فرق كبير جدا في تطورك باللغة الإنجليزية بشكل رائع، فرق رهيب. طبق هذه 3 نقاط، خلينا نبدأ بها الآن. النقطة الأولى هي أنه اترك القواعد باللغة الإنجليزية، ولهذا السبب خلينا نستضيف اليوم عندنا شخص مميز راح يقول لنا شنو أسرار هذه الطريقة، ليش اترك القواعد. مثال عندنا، راح نستضيف السيدة كرة. نعم السيدة كرة، لا تستغرب. إذا سألنا كرة القدم، هل من الممكن أنه شخص يريد يصير لاعب كرة قدم نخليه سنة أو سنتين أو 3 سنوات يجلس على كرسي ويتعلم قواعد للكرة القدم بدون أن يلمس الكرة، بدون أن يضربها، بدون أن يمارس الكرة؟ هل هذا ممكن؟ طبعا لا. راح يشعر بالملل، بالإحباط، بالكسل، وما يعرف شو يريد يسوي. أساس ممارسة الشيء هي المتعة. إذا ماكو متعة بالشيء راح نفقد قيمة هذا الشيء، وراح نتركه ونشعر بالإحباط والملل وما نحس بفائدته. لهذا السبب إذا أي شخص يريد يلعب كرة القدم لازم شو يسوي؟ لازم يمارس كرة القدم، لازم يجرب، يحتك، يمارس ويتدرب على تعلم كرة القدم، مو يدرسها نظريا. وبنفس الطريقة اللغة الإنجليزية. شكرا سيدة كرة، روحي الآن خلينا نكمل. طيب بنفس الطريقة اللغة الإنجليزية، إذا تريد تتعلم اللغة الإنجليزية يجب عليك أن تمارس، أن تتدرب على اللغة الإنجليزية، مو تتعلمها بشكل نظري. التعلم بشكل نظري ممكن يفيد إلى حد معين، لكن إذا تريد تمارس اللغة وتكون متحدث بارع بهذه اللغة يجب أن تمارسها من خلال تدريب، تدريب وليس دراسة. كل هذا شرحته في كتاب قمت بالعمل عليه إلى على مدة 4 سنوات. الكثير منكم يعرف هذا الكتاب وحصل عليه، اللي نشرته قبل حوالي شهر. اللي ما حصل على الكتاب موجود الرابط أسفل هذا الفيديو بالتعليقات، بإمكانكم الحصول على هذا الكتاب 25 صفحة بكتابة سهلة بحيث الجميع يقدر يفهم معنى هذا الكتاب. طيب اطلع على هذا الكتاب، هاي النقطة الأولى. خلي نروح للنقطة رقم 2، وهي أنه اترك البحث العشوائي بمواقع الانترنت عن اللغة الإنجليزية. والسبب هو أنه راح تصاب بالتشتت. أقصد بالتشتت أنه تفتح موقع إنجليزي تقرأ منه عبارتين جملتين وتترك هذا الموقع وتروح إلى مكان ثاني، تفتح قناة يوتيوب، تفتح جروب مال فيسبوك، واتساب وغير الجروبات الموجودة. هذا الشيء راح يأخذ منك الكثير من الوقت، وقتك ثمين، وتأخذ منك الكثير من الجهد أيضا. راح تتعبك، راح تحصل تشتت، راح تحصل إزعاج، راح تحصل نتائج غير مضمونة. ضروري أنه تركز على طريقة معينة، طريقة ثابتة، قناة واحدة مثلا بالبداية تتعلم من عندها، تجرب عدة قنوات لكن تستقر على قناة واحدة أو موقع واحد تتعلم من خلاله وتتطور باللغة الإنجليزية بالطريقة اللي تناسبك. تأخذ نصائح من أماكن مختلفة، لكن حاول تكون عندك هدف محدد، طريقة محددة، وقناة أو موقع محدد أو كتاب محدد. لا تشتت ذهنك وتروح يوم هنا ويوم هنا، خلي تكون عندك خطة واضحة بالتعلم ومدة زمنية. هذا الشيء ضروري جدا. طيب النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا، ألا وهي استعن بالخبرة. شخص تعرفه يتقن الإنجليزية حاول تستعان به، حاول تتعلم من عنده، حاول تتواصل وياه بشكل أو بآخر حتى تتعلم من عنده، يصحح لك، يوجهك إلى الهدف اللي أنت تريد توصل له. ضروري أنه تستعان بشخص ذات خبرة، مو أي شخص يعلمك اللغة الإنجليزية، لأن ممكن ينطيك نصائح من خبراته ممكن تكون نجحت وياه، لكن مو ضروري أن تنجح معك أنت. الشخص اللي عنده خبرة ومتدرب ومدرب الكثير من متعلمين اللغات يكون أكثر شمولية وينطيك نصائح خاصة بمستواك وطبيعة تعلمك وبالهدف اللي تريد توصل. كل واحد عنده هدف من تعلم اللغة الإنجليزية. طيب هذه 3 نصائح، أما الآن خلونا نروح نعرف من الفائز ويانا بهذه الحلقة. 3 فائزين عندنا،
بعد ما نعرف الفائزين الثلاثة راح أيضا نعطي لجميع المشتركين الهدية اللي وعدتهم بها اللي هي بقيمة 40 دولار. راح أشرح لكم كيفية الحصول عليها بعد لحظات. أوكي خلينا نبدأ الآن. Let's begin. خلونا الآن نعرف الإجابات الصحيحة بشكل سريع قبل البدء بالقرعة ونعرف من الفائزين معنا بهذه الحلقة ولهذا الشهر. طيب السؤال الأول كانت الإجابة عليه هي أكاديمي. أكاديمي الإجابة بي أكاديمي. طيب نروح للسؤال الثاني وكانت الإجابة أيضا سي سفيرس أكاديمي. السؤال الثالث سي كورس كورس. والسؤال الرابع كانت الإجابة الصحيحة بي فري فري. أما السؤال الخامس كانت إجابته هي إجابتين صحيحات عندنا اللي اختار بي صح واللي اختار دي أيضا صح. happiness joyfulness اثنينهن صحيحات. السؤال السادس عندنا الإجابة عنه هي speaking speaking المحادثة speaking التحدث. أما السؤال السابع كانت إجابته الصحيحة هي skills skills مهارات skills. أوكي ونروح للسؤال الثامن وكانت إجابته A 2018. أوكي اللي هي 2018 تأسست قناة سفيرس أكاديمي. ونروح أيضا للإجابة التاسعة وقبل الأخيرة EPM إجابته A English Personal Mentor. والأخير اللي كانت إجابته هي D 39 دولار فقط. $39 اوكي فقط 39 دولار كان قيمة الاشتراك الذهبي. جيد خلينا الآن نجري القرعة سويا أنا وأنتم ونعرف من الفائزين الثلاثة اللي عندنا بهذه الحلقة وجميع المشتركين الجائزة مالتكم. راح أراويكم إياها المكان اللي تحصلون عليها أسفل هذا الفيديو. راح أشرح لكم خطوة بخطوة وين تلقوها إن شاء الله. أما الآن سنتعرف على الفائز الثالث بالقرعة. عدنا الفيديو هذا بالمسابقة الحلقة الثانية لشهر ديسمبر. خلينا نعرف من هو الفائز الثالث الآن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ولما يتوقف راح نعرف الفائز الثالث. الفائز الثالث ألف مبروك طارق الأخ طارق. تواصل معنا على الواتساب راح أخلي لك رقمي أيضا هناك رابط بإمكانك التواصل معنا. ألف مبروك ألف مبروك أخ طارق أنت الفائز الثالث بهذه المسابقة. شكرا لك على إجاباتك كلها. خلينا الآن انتقل إلى الفائز الثاني. طيب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وهسه راح نعرف بهذه اللحظة الفائز الثاني بالمسابقة أيضا. الأخ محمد محمد سالة محمد سالة. الأخ محمد تواصل معنا حتى تحصل على جائزتك. ألف مبروك ألف مبروك على فوزك بهذه المسابقة. أنت الفائز الثاني بهذه الحلقة. تواصل معنا حتى تحصل على جائزتك. طيب خلينا الآن نروح إلى الفائز الأول بهذه المسابقة وأتمنى لكم التوفيق جميعا. راح نشوف الآن الفائز الأول بهذه المسابقة. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. الفائز الأول بهذه المسابقة لهذا الشهر هو حياتي إسلام. حياتي إسلام هذا الفائز بالمسابقة بالجائزة الأولى حياتي إسلام. أرجو منك التواصل معنا عبر الواتساب حتى تحصل على جائزتك بهذه المسابقة. أنت الفائز الأول ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. شكرا لكم جميعا. وطبعا جوائزكم اللي ما حصلوا على الجائزة الأولى بإمكانكم الدخول إلى هنا أسفل الفيديو تضغطون على show more
تضغط على show more راح تطلع لك هذه التفاصيل description. هنا الرابط اللي تواصلون معي عبر الواتساب، وأيضا ستجدون هنا هديتك اللي هو dictionary الكتاب القاموس عربي الإنجليزي بالصور. تضغط هنا تسجل تأخذ هذا الكتاب هديتك اللي قيمته $40، سوف تحصل عليه مجاني، وأيضا كتاب سر الإنجليزية بين يديك بإمكانك الحصول عليه من هنا من هذا الرابط، ستجدون هذا الكتاب أيضا إذا لم تحصلوا عليه. أما الفائزين جميعا أتمنى لكم التوفيق، وتواصلوا معي على الواتساب هذا حسابي وحتى تحصلوا على هداياكم. شكرا لكم على المتابعة وأتمنى لكم التوفيق، ولا تنسون تطبقون الخطوات الثلاثة النصائح اللي طيناكم بداية الفيديو، لأن هي نصائح مهمة جدا راح تغير حياتكم وتخليكم تعلموا اللغة الإنجليزية بشكل أفضل وبشكل أسرع بكثير. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق، وإلى لقاء قريب، في أمان الله.